فنان سعيد صالح الله يرحمه ويغفر له رحمة الله عليه ويسكنه فسيح جناته. يمكن فنان سعيد صالح كان من الفنانين القريبين لينا كلنا، تلاقي الأسرة كلها بتحبه، جيل الثمانينات على السبعينيات على الستينيات على عيل ما في الألفينيات كل الناس بتحبه. لما تيجي مسرحية المشاغبون تلاقينا أقرب من أقرب الشخصيات لقلبك وهو شغال. أي كل أفلامه، يمكن كان مثل أفلام كمان وهو لما ربنا يعني بدأ يعني صحته تقل يعني وقال كلمته، كان الزهايمر، عمل مشهد هو وعادل إمام. المشهد ده من أروع المشاهد وأصدقها. المشهد ده من كتر حقيقته أنت نفسك تبقى عارف إيه الجمال ده؟ إيه العبقرية دي؟ ويمكن هو كان يعني مريض في الوقت ده. لما يبقى فنان قوي وبيدي حتى وهو مريض، ده أنت ما بتلاقي شاب مصدع بيجي يقول لك ممكن أستأذن من الشغل، عايز أروح. إيه يا عم مالك؟ والله بطني وجعاني أنا مصدع. بيحصل والله. الناس دي كان عندها تمسك وعزيمة وإرادة غريبة قوي، حاجة كده تبهرك. إلا إن الله يرحمه ده المشهد. شكرا جدا يا كريم. يعني أكيد السادة المشاهدين معلق معاهم المشهد ده أو هم عارفينه. في مشاهد كده بتبقى علامة قوي، يعني اللي كتبها واللي أخرجها ويجي الممثلين يبدعوا فيها تبقى رائعة. أنا مش عارفة والله كان نفسي يشغلوه. إلا إن طلع الفنان صادق فكري صادق وقال في احد التصريحات في البرامج التلفزيونيه، قال لك انه دوره كان عادي جدا في سلام يا صاحبي، وانه كان دور عادي زي كل الممثلين، وان بطل العمل الفنان عادل امام. هو ده يعني هو ده اخفاق، لان سلام يا صاحبي بطوله مشتركه والزعيم قال ده في كل تصريحاته. طيب هو ليه قال كده الفنان فكري صادق؟ رجع بعد كده فسر اللي قاله ده ان لانه هو كان رافضني في دور وانا خدت دور تاني عشان هو كان رشح حد تاني و و و ده كله كان ليه رد من الناس بقى، جمهور الفنان سعيد صالح اللي هو بالملايين جوه مصر وبراها. وكان كمان لنقابه المهن التمثيليه رد ان هي استدعت الفنان فكري صادق وحققت معاه وقالت له ازاي تقول كده. طيب تعالوا نستقبل مداخله من حد قريب قوي للفنان سعيد صالح الله يرحمه، السيده شيماء فرغلي زوجه الفنان الكبير سعيد صالح. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منورانا ومشرفانا. ميرسي يا فندم، ده انا الشرف ليا. شفتي تصريحات الفنان فكري صادق ازاي وقريتيها لما شفتيها على السوشيال ميديا ازاي؟ النهارده كلموني صحابي، انا ما كنتش يعني ما كنتش عارفه، فبصراحه لما عملت سيرش وشفت الموضوع انا انهارت بصراحه، يعني اتصدمت ازاي الكلام ده يتقال. لحد دلوقتي انا اصلا مش مستوعبه، بس انا خدت اجراء قانوني، من بكره ان شاء الله هيكون في بلاغ للنائب العام، لان سعيد صالح النجم الانسان الخلوق المحترم ما يتقالش عليه كده خالص. دايما شريكة الرجل بتبقى قريبة منه جدا وعارفة عنه الكتير، أكتر مكان يميز الفنان ده إيه؟ أكتر حاجة كزوجة أنت عارفاها في جوزك؟ بصي، هو أنا أكتر حاجة عارفاها عن سعيد صالح قلبه، إنسانيته كفنان. كان بيذاكر إزاي المشهد قبل ما يدخل يصور؟ كان بضمير جدا، يعني كان بيقعد يذاكر كتير جدا قبل جداً العمل، لدرجة ان انا كنت ببقى حافظة المشهد من كتر ما بنذاكره مع بعض. كان بيحب الفن لدرجة ان سعيد صالح قبل ما حتى يدخل على خشبة المسرح كأنها اول مرة بيقف على خشبة المسرح. ولما سألته، والله لما سألته قال لي المسرح ده عالم تاني، كون ان انا اقف قدام جمهور كده مفيش حاجز بيني وبينه دي لوحدها حاجه كبيره قوي. كان سعيد صالح دايما يقرا قران قبل ما يدخل على خشبه المسرح. الله يرحمه ويغفر له. فده سعيد صالح ده
صالح يتقال عنه الكلام ده؟ ومن مين؟ من زميل عمل؟ يعني من فنان زيه وشايل في قلبه 35 سنة؟ يعني انت ما جاتلكش الجرأة تقول له ده من 35 سنة جاتلك دلوقتي عشان هو مش موجود؟ لما كان بيشوف فيلم سلام يا صاحبي بيتعرض في التلفزيون كان بيقول لكم ايه؟ كان بيقعد جنب حضرتك يقول ايه؟ هو بصراحة كان يعني مبسوط جدا وبيقعد يتكلم عن صداقته بعادل إمام وقد إيه صداقتهم قوية أكتر من الإخوات والمحبة وعملنا إيه والحياة كانت ماشية إزاي. وكنت أنا بصراحة بختمها بعياط، يعني لو ما أنا جنبك يا بنتي في إيه، بس كان بيديني كلمتين حلوين. فسعيد صالح إنسان مش كل الناس عارفة إنسانيته وعارفة قلبه كويس غير المقربين منه. طيب النقابة خدت موقف وحققت مع الفنان فكري صادق، وصل لك الخبر ده؟ اه وصلني، وده طبعا احترمته جدا، احترمت الدكتور اشرف زكي، ولكن انا من حقي ان انا برضو اخد اقراء قانوني علشان اجيب حقي سعيد. طب ابن الفنان فكري صادق طلع واعتذر عن نيابة عن والده، ما اعتبرتيش ده تكفير عن خطأ والده؟ لا لا، تخيلي كده، تخيلي معايا لو جوزك او باباكي، تخيلي معايا الكلام اللي اتقال، اللي هو ما اتقالش بس في البرنامج ده، اتقال كمان. انا سمعت فويس، انا عارفه، انا ما كنتش عارفه اصوت ولا اعيط ولا انهار ولا عارفه، لما تلاقي نفسك انت بتلف حوالين نفسك مصدومه. هو انا كنت كده يعني، هو ده فعلا يعني واخد باله هو بيقول ايه؟ صعب جدا والله، في حاجات ما نقدرش نعديها بسهوله، تبقى تقيله على قلبنا. كلمة تقوليها لكل جمهور سعيد صالح منك انت بعد اللي حصل ده؟ اول حاجة بشكر الجمهور اللي دافع عن سعيد صالح، وانا شفت وانبهرت حقيقي دافع باستماتة وحب جدا جدا. ورسالة تانية معلش عايزة اوصلها لفئة تانية، ارجوكوا اتقوا الله، لان في ناس يعني بتتهمني اتهام رهيب ان انا عايزة اخد اجراء قانوني، وعارفة تقطيع تقطيع تقطيع. اتقوا الله وخلي عندكم ضماير صاحيه شويه، كفايه بقى انا سنين اتحملت اتهامات واهانات، لكن مش قادره اتحمل اكتر من كده، احنا بشر عندنا طاقه. وبشكر كل الناس المحترمه اللي دفعت عنه وهو يستاهل. اشكرك ارمله الفنان سعيد صالح مدام شيماء فرغلي.